تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تواصلت الإثارة في منافسات بطولة سموه لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة وصلت إلى 257 من الجياد من مختلف الإسطبلات والفرسان على مدار 3 أيام، وهو أكبر عدد مشارك في بطولات موسم القدرة للموسم الحالي. وشهدت قرية البحرين الدولية للقدرة إقامة منافسات سباقي 80 كيلومتر محلي و100 كيلومتر دولي وسط مشاركة واسعة في السباقين وجهود بارزة من اللجان في إخراج السباقات بأسهى صورة تنظيمية. وتصدر سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة سباق 100 كيلومتر بعد أن قدم مستويات بارزة في السباق وتمكن من اجتياز مراحل السباق بنجاح، حيث رفع سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم ومتابعة سموه المتواصلة، كما قدم شكره إلى والده سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على دعم سموه. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن سباقات القدرة ماضية نحو مواصلة الازدهار والتطور، خصوصا أن السباقات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وهو تأكيد على أن السباقات دائما ما تكون مثيرة وحماسية وتشهد تنافسا قويا بين كافة المشاركين. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المتتبع لمسيرة البطولة يدرك تماما اهتمام الإسطبلات والفرسان على تقديم أفضل المستويات والمشاركة بأفضل الجياد وسعي الفرسان لتطبيق الجوانب الفنية لتحقيق النتائج الإيجابية، حيث أن هذه المنافسة تكون عاملا إيجابيا على تحقيق المملكة نتائج إيجابية خلال المشاركات الخارجية، وهو ما كان واضحا طوال الفترة الماضية بحصد العديد من الإنجازات. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للمشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة، ومؤكدا حرص سموه على تقديم الدعم الكامل لكافة المشاركين من الإسطبلات والفرسان، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في السباق الرئيسي لمسافة 120 كيلومتر. وستكون قرية البحرين الدولية للقدرة مسرحا للسباق الرئيسي على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمسافة 120 كيلومتر يوم غد الجمعة، حيث سيشهد السباق إثارة وندية في ظل مكرمة سموه للإسطبلات والفرسان بمضاعفة جوائز ومكافآت السباق ضمن رؤية سموه التطويرية الهادفة إلى مواصلة الارتقاء برياضة القدرة في مملكتنا الغالية.